السلام عليكم يا جماعة. احنا كده خلصنا تجربة الصوت وظبطنا فيها 3 حاجات. أول حاجة هي المسافة ما بين السماعة وما بين الأنبوبة، اللي هي المسافة ديت هتبقى 1.5 سنتي. 1.5 سنتي الطول ده هو اللي بيدي بالظبط المسافات اللي احنا اتفقنا عليها. يعني عند 900 بتطلع 9 سنتي، عند 900 بتطلع 9 سنتي بالظبط زي ما انتم شايفين كده في الورقه. لو الطول الوحيد ده الواحد بنص هو اللي بيدي المسافه دي، يعني احنا خلينا الطول ده على سنتي واحد مثلا كده، هتدي عند 900 مش هتدي 9 سنتي، دي 8 سنتي، تفرق سنتي كامل. فاكتشفنا ان الطول الواحد ونص ده اللي هو طبعا مش مذكور في الكتب، بس احنا عملناه بالاكسبيرمنت، قعدنا نجرب، لقينا لما الطول ده 1.5 يديني المسافات مظبوطه، وهيدي كمان باقي المسافات كلها مظبوطه، يعني 800 وال700 وال600 وال500. وبالمناسبة احنا لغينا 400، يعني صعب نوصل 400 شوية. فهنرجع تاني هنا كده، دي أول حاجة ظبطناها 1.5 سنتي اللي هي المسافة ديت. الحاجة التانية طول الخرطوم ظبطناه على 29 سنتيمتر. 29 سنتيمتر ده اللي هو طول الخرطوم زي ما أنا كاتب كده، 29 سنتي. أدي الورقة دي فيها كل حاجة. 1.5 سنتي المسافة اللي قلنا عليها، وطول الخرطوم 29 سنتيمتر. دخول الخرطوم هنا هيبقى هنا انا مدخله هنا تقريبا 1 سنتي، والناحيه الثانيه مدخله 1.5 سنتي، وكل ده من ضمن ال 29. يعني كل ده من ضمن ال 29 بحيث ان الصف بتاعه مثلا يبقى 26.5 ولا حاجه. الدخول هنا ما تبالغش فيه قوي بقى، خليه هنا، يعني انت حاول تخلص صافي 26.5. لو انت عايز تدخل هنا 3 4 سنتي بقى قيس بقى انت قد ايه وممكن تزود. لكن اللي احنا عاملينه حاليا قدامنا ده كالاتي: الطول 29 سنتي بالكامل من الحرف للحرف بالنسبه للخرطوم، داخل هنا 1 سنتيمتر وداخل هنا 1.5 سنتيمتر. تمام. الحاجه الثانيه كميه الميه، 100 مللي. يعني جبنا الميه دي ومالينا الانبوبه اللي هي بتاعه اللزوجه لو تفتكرها لغايه اخر علامه فيها فوق 100 مللي متر. فانت هتملى 100 مللي وتبدا تعبي التجارب بتاعتك كلها على المقاسات اللي احنا قلناها دي دلوقتي. نلخص كده، يبقى هنا 1.5 سنتيمتر، كميه الميه 100 مللي، طول الخرطوم ده 29 سنتيمتر، اللي داخل منه هنا حوالي سنتي واللي داخل هنا حوالي سنتي ونص. بالشكل ده الطالب مش هيضطر يطلع الانبوبه خالص. يعني انا لو نزلت تحت خالص كده، لو تلاحظ هنا نزلت ادي حرف الانبوبه اخره اهو، انا كده اخر نزول ليا. بص بقى المنظر عامل ازاي. اولا الخرطوم يا دوب ملامس مش هيتكسر، وهنا جايب ال 17 سنتيمتر. ال 17 دي مهمه ليه؟ لان لو رجعنا هنا تاني كده اخر قراءه عندك هنا كام؟ 600. 600 سم لو شغلنا بالقلم الرصاص كده، اخر القراءة قلنا 500، فال 500 محتاجه 16.5 سنتيمتر. 16.5، فانت لازم تنزل تحت 16.5 شويه، فدي جايبه 17، يعني الطول ده 17. الحاجه الثانيه ده اقصى حاجه تنزل ليها تحت لما الفوهه دي هتتزنق في الكليبس خلاص، والخرطوم مظبوط ومفيش مشاكل. انا بس دلوقتي ما بقولش حاجه جديده، انا بوريك ليه المقاسات دي مناسبه وعلى اي اساس خدنا المناسبات المقاسات. تعال بقى نطلع بالخرطوم بالانبوبه لفوق خالص لاقصى حاجه، بحيث برضو ما نطلعش، يا دكتور محمد اساسنك، بحيث ان احنا برضو ما نطلعش الانبوبه بره، دكتور محمد علي، ما نطلعش الانبوبه برضو بره الكليبسات. هيديني الطول ده 7 سم، احنا قسناه بالمسطره، الطول ده بيدي 7 سم، يبقى من 7 ل 17. طب ايه فايده ال 7 سم برضو؟ ارجع تاني واقول لك هنا برضو، نرجع مع بعض عشان نبقى فاهمين. لو بصينا في اول قرايه عند 900 8 سم او 9 سم، فانت محتاج فوقيها بشويه، فبنبدا من 7 سم فوق. يبقى كده ظبطنا الطرفين. بصوا شكل الخرطوم كده، كده اخره برضه لا هو مكسور ولا حاجه، وزي الفل زي ما حضرتك شايف كده من الترمينال للترمينال. دلوقتي هننزل تحت خالص اهو، حتى لو نزلنا تاني ادينا بنكرر كده. الفيديو وصل 4 دقايق، معلش. كده برضه ما اتكسرش الخرطوم. واخر معلومه هقولها بسرعه عشان الفيديو ما يطولش، ان احنا ممكن خلاص لغينا 400، بس في المقابل ممكن نحط ال 1000 فوق زي ما انا مشاوي كده في الورقه. ممكن نحط ال 1000 فوق لو احنا عايزين 6 قرايات، نبدا من 1000 لغايه 500. لو هنكتفي من 900 لغايه 500 بس ماشي، يبقى كده خدنا 5 قرايات بس، برده شغاله مش مشكله. ال 1000 بتجيب 8 سنتي، وانا زي ما قلت لكم بادئ من 7 سنتي. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.